لم تحسب وزيرة التربية الوطنية نوري بن غبريط لتبعات قرار عزل الأساتذة المضربين، والتي دائما ما اقترنت تصريحاتها منذ بداية إضراب كنابست تلاهت تكتل نقابية بتطبيق قوانين الجمهورية، وها هي تتبع قوانين الجمهورية من جديد وتعلن من صفحتها على فيسبوك عودتها إلى خيار الحوار والانفتاح على طالبات الأساتذة الراغبين في إيداع طعونهم. الأساتذة المستخلفون سلاح اعتمدت عليه بن غبريط لتخويف الأساتذة المضربين بعدما نفذت عيارات سلاح عدم قانونية الإضراب، لتتفاجأ بأن التلاميذ الذين وجهت لهم رسالة بعدم الخوف من سنة بيضاء خرجوا حتى هم إلى الشارع ورفضوا استكمال الدروس إلى غاية عودة أساتذتهم المقصيين. فهل ستفكر الوزيرة أيضا باستخدام تلاميذ مستخلفين؟ كلام بن غبريط يعطي انطباعا واضحا أن وزيرة التربية تلقت تصويبا فيه كثير من الصرامة للتعامل بشكل مغاير مع ملف الأساتذة، ما يعني اعترافا فوقيا أن الأوضاع في القطاع دخلت مرحلة التعفن وأن الحوار هو الحل لإنهاء هذه الوضعية.